قطع الخوف الذي يتعلق بالخاتمة قلوب وظهور المتقين، قطع ظهور المتقين وأزعج قلوبهم. وذلك أن المتقي المطيع لله سبحانه وتعالى جمع الله له بين إحسان في العمل ومخافة، ومخافة، ولهذا يشتد خوف الصالحين في أمر الخاتمة ويكثر إلحاحهم على الله سبحانه وتعالى أن يحسن لهم الخاتمة. أسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين. ولهذا جاء في الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فالسوابق والخواتيم هذه مثل ما ذكر الإمام القيم قطعت ظهور المتقين واشتد انزعاج قلبهم وخوفهم، ولهذا يكثر لجوءهم إلى الله سبحانه وتعالى أن يحسن لهم الختام وأن يجعل عاقبة أمرهم رشدا وأن يجعل الحياة زيادة لهم في كل خير والموت راحة لهم من كل شر، ويكثر التجاؤهم إلى الله أن يثبتهم وأن لا يزيغ قلوبهم وأن يهديهم، يكثر إلحاحهم على الله لما قام في قلبهم من الخوف وانزعاج القلب. بينما الظالمين العصاة لا يفكر في أمر الخاتمة ولا تشغل باله، وكأنه مثل ما قال ابن القيم أخذ توقيعا بالأمان بالخاتمة الجيدة الحسنة، أصلا لم تشغل باله وليس ولا يفكر بها، كأن عنده ختم أمان بالخاتمة الحسنة. أما المطيع فعنده خوف، عنده خوف، وهذا الخوف يبعث نفسه على المجاهدة على الثبات على الطاعة، ويحرك قلبه إقبالا على الله ولجوءا إليه سبحانه وتعالى وإلحاحا عليه بالدعاء أن يثبته وألا يزيغ قلبه. نعم.